التلميذات ديالي اش كتعاودوا كنتو بخير على خير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا اليوم مع فيديو جديد واحد الفيديو اللي غادي يكون زوين زوين ومميز رمضان مبارك ندخل لكم الصحه والسلامه وتقبل الله منا ومنكم سائر الاعمال ان شاء الله المهم اليوم جبت لكم واحد العجينه سحريه البنات تتحمق كتقدري تصيبي بها اي حاجه بغيتيها في هذا رمضان غادي تسهل عليك بزاف خليك حتى الاخر باش تشوفي المكونات اللي ساهلين وموجودين في اي دار ها هي موجد العجينه غادي نوريكم المقادير اللي خاصنا الصحه راح سهله بزاف البنات كتقدري تصيبي بها البيتزا ميني بيتزا كبيره لي باغيت دوك ميني باغيت اللي كيكونوا صغيورين ولا حتى العجينه البرجر المهم كتحتاجيها في اي حاجه وكتجي زوينه وبنينه بزاف حتى البنات 6 الكيسان ديال الدقيق وغادي نضيف عليهم شويه الملحه ماما وعندي جوج معالق كبار ديال سنيده بابا وعندي جوج معالق كبار ديال الخميره الخبز وجوج معالق كبار ديال النيدو البنات الا ما عندكمش النيدو تقدروا تخلطوها بالحليب ولكن النيدو كيبننها كيعطيها واحد البنه واعره جوج معالق كبار سهله البنات بلا بيض بلا حتى شي حاجه وكتجي واعره وغادي ندير جهد نص غادي نعطي لكم بالمعلقه ديروا شي 6 المعالق كبار ديال الزيت والبنات غادي نخلطها غير بالماء سخون ما دافي DJ Tarku. غادي ندير عليها الزبده جوج معالق ديال الزبده من الاحسن نديرهم حتى ندلكوها مزيان وتجمع راسها عاد ندخلو فيها الزبده باش كتعطي الكاليتي ديال الخبز زوينه المهم الزبده راه بحراره المطبخ غادي ندير جوج المعالق وندخلهم فيها مزيان مع الدليك احسن ما ديروها من الاول نص ساعة من بين ما يضاعف الحجم ديالها عاد غادي نعاودو نخدمو بها البنات من بعد ما خمرات شوفو نحيد من هداك الهواء غادي نقطعها على 3 نتوما تقدرو تقطعوها على شحال ما بغيتو وهادو بغيتهم بيتزا هادو بيتهم بلاتي تيبان ليا قليل شوفوا العجينه ارتبار هادو بغيتهم جوج بيتزا كبار غادي ندير ليها هكا هادو بغيتهم ميني باغيت وهادو غادي نديرهم خبيزات ديال البرجر البنات داك البيتزات ديالي طيبو درتهم على حراره نشوف 160 باش تبري على خاطرهم وشوف هاد البنات الا عندكم فران ديال الضو عاودوا شعلوا الفوق والتحت الا بغيتوا طيبوا هكا المملحات ولا البيتزا ولا شي حاجه
من عندكم الطو ديال لي ديال الغاز راه تطيبي عادي كطيبي من التحت عاد كطش عليه ليه من الفوق. المهم الا عندكم ديال الطو عودو سخنوا الفوق والتحت باش كيتنفخوا كيجيو واعرين. دابا البنات في الكويدات ديالي غادي شوفوا حيتاش كنت كنخدم بالخامه هنا عندي غادي نقطع دي بولي قد هكا صغيرين هكا هادو لي بورغر لي بورغر كديرهم هكا كيتنفخوا وفاش كتبو كتحلو مع كعشية بنات كتيجيو وقسم بالله الا بنان بنات بنان و جربوا جربوها جربوها وعشي داك حلي بودغ كيعطيه البنه وكيجيو بنان بحال اللي كيجيو في الزنقه وحسن حسن 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 بزاف الخطره. وحق الله انا كنت كنتصيد كنمشي كنشري هاد هاد الاسم ديال البرغر من مرجان ولا من كارفور على قبل ديك البنه وكيجيني فيه بنينه ولكن هادي بنينه بزاف بزاف. المهم الكبيده ديالي غادي ندير دي بولي قد هكا صغيرين وغادي نحطهم يخمروا شوفوا نتوما على حسب العجينه شحال ان هاد العجينه درتها قليله اليوم ما كنديرها كثيره البنات كنديرها كثيره راه دابا اليوم الثامن في رمضان تبارك الله ما شاء الله وعاد ما سالاو ليا قبل ما رمضان درتهم كثار ودرتهم ستوكاج هكا في الفريغو ما كيخسروا ما حتى شي حاجه كطيبيهم مزيان وكتجبديهم كتعمريهم باش ما بغيتي. انا غادي نعطيكم نقترح عليكم واحد الحشوه بالنسبه للميني ميني باغيت اللي غادي نقاد معكم دابا. اما البرغر حتى المره اخرى حيت ما غاديش نديرو اليوم غير قلت درت عجينه وحده اللهم نصيبهم طهما ونديرهم ستوكاج في الفريغو. المهم خرج ديال خمسة البرغرات ماشي مشكل هانتوما شتو البول حاولوا ما تقطع لكمش هاد الخرات قطعت ليا المهم ها هي هادي شوفوا ما كتقطع العجينه ما كتقطع ما حتى شي حاجه ورطبه رطبه 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 بزاف. ها هما خرج ليا خمسة ديال لي برغر غادي نحطهم غادي ندهنهم وغادي ندردر عليهم الزنجلان ولا الحبه السوداء ولا اي حاجه عندكم وهاد لي ميني باكيت غادي نصيبهم معكم باش يجيوكم محلولين الا بغيتو تعمروهم كيجيو واعرين على البنات. ويا الكبيدات قولوا لي واش دخل عليكم رمضان ولا دخلتي عليه. تبارك الله هاد العام داز فن حنا في مراكش مول فين راه كندوزو في الحراره ولكن هاد العام الحمد لله. هانتوما كتبدو البول وكتحلوها هكا كتبسطوها مستطيله وكتجمعوها هنايا كتعاودو تلولبوها باش يكونوا باش هنايا الا بغيتي تحلي تعمري لي باكيت كتكون على هذا الشكل. انا غادي نعاود معكم وحده اخرى كتبغضو كويره كتحلوها مستطيله باش الا بغيتو تعمروها ما يكونش ليكم مدقس. انا حيت شوفوا من تحت هكا وكتقبضوه وكتلويوه ساهل يا كيبان ليكم الكبيدات ها نتوما وكتقفلوا عليه من البيضه غادي نضيف عليه واحد شويه ديال نسكافي شويه غير على قبل داك اللون ومن الفوق غادي نزوق انا بالشوفان ولا باي حاجه عندكم البنات حتى الزنجلان غادي ندير وحده شوفان وحده زنجلان بحال هكا وغادي نبدا كندهن فيهم من الفوق باش كيجي داك اللون زوين. شي وحدين عمرت زوقتهم بالزنجلان وشي وحدين بالشوفان شوفوا الشكل ديالهم كي كيجي بزاف وغادي ندخلهم دابا للفران
غادي نشعلها اليوم كما قلت لكم من الفوق لتحت على درجه 160 باش كيطيبوا لي مزيان وما كيجيوش من الداخل مدقصين، نخليهم يطيبوا على المهل وعلى خاطرهم. لي دركني الوقت اللي تكون ضرب، ها هما شوفوا خرجوا بلا تاكل، شوفوا البنات شوفوا شوفوا شوفوا. وهنا قبض الدجاج ودرت ليه موطارد ودرت ليه هاد التوابل ديال الشاورما ودرت ليه شويه صويا صوص ودرت هنا البصله وقومتها وديك واحد الكفته طليه اللي درت في البيتزا، ها هي البيتزا ديالي البنات هاتي وليت كنزرب. وهنايا عندي الدجاج داكشي غادي نضفو على هنايا، وهنا رخصها وغسلاه ومنقياه بينا ما طيب هاد الحشوه. غادي نعمر بها هاد الخبيزه وغادي تشوفوا الشكل ديالهم كيف كيجي. هادو هما الميني، شوفوا كي كيجيو، لا في المنظر لا في المذاق كيجيو واعرين وكيجيو رطبين. ها نتوما وهادو هما البيتزا دغيا طيبتها البنات، شوفوا غير من تقطعات الموس غتبان لكم البات شحال هي شيشه، وعمرتها غير بحال الزنقه يعني درت غير شويه ديال صوص طوماط وشويه الكفته وموتزاريلا. ودابا صافي غادي نقفل الفيديو هنايا، كنتمنى لكم تجربوها الصراحه حيت زوينه البنات. بسلامه.